تمن فرق قدروا يحققوا الكلين شيت، ولويس ميكيسوني نجم الجولة بعد ما طلع قماش قدام مصر المقصة، ورمضان صبحي بيقود بيراميدز لصدارة جدول الترتيب ولكن بشكل مؤقت. أما الإسماعيلي ففي معسكر مفتوح بعد الخسارة أمام الجونة بهدف خالد قمر. أنا أحمد غالب ودي حلقة جديدة من فانتازي الدوري المصري. انتهت الجولة العاشرة بعد ما تلعب فيها 8 مباريات. بدأت الجولة بلقاء سموحة والمقاولين، واللي قدر فيه الفريقين انهم يحققوا الكلين شيت بعد ما تعادلوا 0-0. اما في تاني مباريات الجولة ففاز طلائع الجيش على فاركو بهدف فيكتوري بنيانجبا بأسيست من محمد ناصف. وهنا في ملحوظة، نفس الجون اللي جه في فاركو عن طريق فيكتوري اللي عنده 18 سنة بس جاب زيه نسخة طبق الأصل قدام الزمالك في كاس الرابطة. وبكده يبقى طارق العشري مدير الفني لطلائع الجيش بقى عنده سلاح جديد اسمه العرضيات. افتكروا النصيحة دي علشان الأسابيع اللي جاية. وفي مباراة إنبي والاتحاد السكندري، جون إيبوكا اللي قلنا الحلقة اللي فاتت إنه بيقدم مفاجآت السنة دي في الدوري بيعاقب كل الناس اللي رانت على مابولولو وما اختارتهوش، ومنهم انا للاسف، عشان يسجل هدف فوز انبي وياخد الست نقط. عشان المنافسه تشتعل مع محمد هلال من بنك الاهلي، وبيرسي تاو من الاهلي، واحمد السيد زيزو من الزمالك، ومابولولو من الاتحاد السكندري. وطبعا مروان حمدي انفرد بالصداره بعد هدف صاروخي في مرمى غزل المحله علشان يتصدر الترتيب بست اهداف. بطل الجولة هو لويس ميكيسوني بعد ما سجل هدفين في فوز الأهلي على مصر المقصة برباعية. ومش بس ميكيسوني اللي تألق من الأهلي في الجولة العاشرة، حسين الشحات كان برضو نجم من نجوم المباراة، قدر انه يسجل ويصنع علشان ياخد 13 نقطة. الطريف في الموضوع ان في شخصين بس رهنوا على لويس ميكيسوني واشتروه في الجولة العاشرة، يعني هما في الأساس ما كانش في تشكيلتهم ميكيسوني، لا هما بإرادتهم باعوا لعيب من تشكيلتهم وجابوا مكانه ميكيسوني. ودي بصراحة حركة تستحق التحية، لأن ميكيسوني كان بعيد جدا عن ترشيحات أي حد. وفي ختام الجولة رمضان صبحي يسجل هدف بيراميدز على البنك الأهلي، لكن للأسف رمضان خد إنذار في بداية المباراة واتخصم منه نقطة علشان ياخد 7 نقط بدل 8. وزي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت اننا هننشر تشكيل المتسابق اللي يتصدر الترتيب في كل جولة. دي تشكيلة محمود اللي تصدر الترتيب في الجولة العاشرة ب 71 نقطة، وطبعا واضح جدا انه واحد من المكشوفين عنهم الحجاب لانه كان كابتن ميكيسوني. مبروك يا محمود، كسبت سمارت ووتش مقدمة من شاومي، وانتظر ان احنا نكلمك قريب عشان تيجي تستلم الجائزة. لما استنينا اسئلتكم من الحلقه اللي فاتت اتكرر سؤال، ازاي اشرك حد من البودلة في التشكيل الاساسي؟ الاجابه، اولا لازم تعمل ده قبل ما باب الانتقالات يتقفل، وباب الانتقالات بيتقفل قبل اول ماتش في الجوله بساعه، بس في الاول لازم تحدد انت بتلعب من الاب ولا الديسكتوب ولا الموبايل. الموضوع بسيط جدا، لو بتلعب من الاب او الموبايل هتروح للبديل وتسحبه وتحطه مكان اللعيب اللي انت عايز تغيره في تشكيلتك الاساسيه. اما بقى لو بتلعب من الديسكتوب هتروح عند صفحة فريقي وتروح عند اللعيب اللي انت عايز تبدله، هتلاقي فوقيه 3 نقط، دوس عليها هيفتح لك القائمة بتاعة تشكيلتك كاملة، هتختار اللعيب اللي انت عايز تبدله وتنزل تدوس حفظ. بس الخطوة دي هتودينا لقاعدة مهمة في الفانتازي، وهو ان مسموح لك عدد معين من اللعيبة بحد ادنى في كل مركز. في خط الدفاع بحد ادنى لازم يكون فيه 3 لعيبة، اما خط النص لازم يكون فيه 2 لعيبة، وبالنسبة لخط الهجوم على الاقل لازم يكون في مهاجم. الطلب الثاني اللي جاي في اسئلتكم كان ترشيحات لعيبه للجوله الجايه، وبمناسبه الطلب ده حابب اوجه رساله للحاج عامر حسين. حاج عامر، احنا طبعا مقدرين جدا مجهوداتك لتنظيم مباريات الدوري الموسم ده، وباي حال هو مش هيكون اسوأ من جدول الموسم اللي فات، لكن برضو مش طبيعي ان الجوله العاشره تبقى خلصانه يوم الخميس وتاني يوم الجوله ال11 تبتدي. الناس محتاجانا نكلمها عن الجوله الجايه اللي هي الجوله ال11 اللي بتتلعب دلوقتي وانا بصور. بس بما ان الجوله ال11 ابتدت والانتقالات زي ما قلت لكم بتتقفل ومش تعرف تعمل اي تغييرات، خلينا نبص لقدام وارشح لكم لعيبه تختاروهم للجوله ال12. اول حاجه، دي جوله دبل لبيراميدز، يعني الفريق هيلعب ماتشين في الجوله، ودي ميزه لازم تستغلها وتاخد لعيبه من الفريق ده، لان على الاقل هتاخد نقاط المشاركه الكامله، ويا سلام لو سجلوا او صنعوا. وعادي جدا تسمع كلمه دبل او حتى تريبل، عادي جدا، حصلت الموسم اللي فات في الدوري الانجليزي. لكن خلي بالك، بيراميدز عنده ماتش من الماتشين قدام الاهلي، وده طبعا بيبقى ماتش مش مضمون لاي فريق.
وفي فانتزي الدوري المصري في لعيبه كده لازم تبقى اساسي عندك في التشكيله، وهم في حراسه المرمى يا محمد الشناوي يا ابو جبل، عندك في الدفاع علي معلول من الاهلي واحمد فتوح من الزمالك ومحمد حمدي من بيراميدز، في خط الوسط عندك احمد السيد زيزو من الزمالك او بيرسي تاو من الاهلي او عبد الله السعيد من بيراميدز او رمضان صبحي او وليد الكارتي من بيراميدز برضو، وطبعا عندك قفشه من الاهلي. بالنسبه لخط الهجوم مهاجمين الاهلي والزمالك للاسف الفتره اللي فاتت بيمروا باسوا حالاتهم، فانت قدامك فاجري من بيراميدز بما ان الفريق هيلعب دبل الاسبوع دوت. اما باقي ماتشات الجوله فعندك من ماتش البنك الاهلي ومصر المقاصه محمد هلال في خط النص، وبالنسبه لخط الدفاع فارشح لك ايزاك يعقوبو باك شمال البنك الاهلي، ومن ماتش الاسماعيلي وفاركو ما انصحكش انك تاخد حد من الفرقتين، بس الفلوس لو مقزمه معاك فعندك عبد الله بكري مدافع فاركو وعمرو جمال مهاجم الفريق. انبي وايسترن كومباني طبعا قدامك جون ايبوكا من غير جدال، وغالبا هيجيب جون ويزاحم مروان حمدي على صداره الهداف. مباراه سموحه وسيراميكا غالبا الكلين شيت مش هيبقى مضمون في المباراه دي، فلو هتختار اختار حد من الهجوم زي مروان حمدي او شادي حسين من سيراميكا. بالنسبه بقى مباراة غزل المحلة وفيوتشر فعندك ناصر ماهر بيقدم أداء رائع بقاله كم مباراة، وطبعا عندك الأوبشن المتاح احمد رفعت متالق جدا مع فيوتشر الموسم ده. وماتش طلاع الجيش والمصري عندك فيكتوري بنيانجبا، انا شايف بصراحه انه مهاجم كويس وممكن يجيب لك نقط، بس خليك في الامان وخليه في الدكه بحيث ان لو المهاجم بتاعك ما لعبش يخش هو. اكتبوا لنا اسئلتكم في الكومنتس عن الجوله ال13 او اي حاجه بشكل عام مش فاهمينها الفانتزي وحابين نوضحها لكم، وهنا تكون نهايه الحلقه، اشوفكم على خير.